جعلتني خليفة شخصية ذكية للغاية، ولكن ذكاء الشر. أنا إرهابي مثل ما وصفتني. نعم، أنت إرهابي تفجر القضايا في البرامج. أنت ضد مبدأ محاكمة المباراة. وجوده في مصر أخطر. غرقوا البلد 30 سنة، حطونا في الحضيض. هل قلت فوق الورق؟ الشعب يريد إسقاط النظام. محدش يقدر يقول كده. استنى بقى، وقف فين التسجيل. ترفض مقولة الرئيس المخلوع؟ لأنه لم يخلع. هو اتخلع. الشعب خلعه. أنت مع الثورة بمصر ضد النظام المصري السابق؟ لا، ما بتجاوب هيك. هو في ثورة أنضف وألذ من كده؟ في ثورة مضادة تريد أن تخطف الثورة وتريد أن تكسر هذا البلد. الثورة قامت بكل طوائف المجتمع. حبك لمصر مش بس ميدان التحرير. احنا زي الراشي والمرتشي، إذا كان هو فاسد وإحنا رضينا بهذا الفساد فإحنا جزء من هذا الفساد. ليس كل من نزل ميدان التحرير جفارة. اللي اتكلم بالطريقة اللي اتكلم بيها دي ما يعرفش يعني إيه صار. بأمر الله مرتضى منصور هو رئيس مصر القادم بإذن الإخوان لا يورطها أحد. يا خرابي عليك وعلى طريقتك في الحوار. ممكن غلط بعض من هنا للصبح. انت شوف لك ضيف تاني تعمل معاه ده، انا ما تعملش معايا انا. الكلام ده كلام ما ينفعش يتقال. انا ما بعملش حركات قليله الادب. فكره انت خبيث جدا. شايف ان انت كده يعني مزودها حبتين عم تقول. يعني انا اجي عندك زياره لمده 30 دقيقه عايز تقطع علاقتي بمصر كلها؟ يعني تسالني كده وش الوش كان في بينك وبين الغدا عبد الرازق علاقه عاطفيه يعني؟ لماذا يبكي طلعت زكريا وهو يتكلم عن مبارك؟ كل يوم بتثبت براءة هذا الرجل انه ملوش علاقة بحاجة، وسيثبت التاريخ كلامي. انت ليه بتقعد تفتح الجروح يا طوني؟ سيبها مقفولة، خليها مقفولة.